قدمت للمعرض والفنان مايا أليسون رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبو ظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، مؤكدة أصالة أعمال هذا الفنان. معرض الغابة السيادية بالإنجليزي The Sovereign Forest، احيانا الترجمه العربيه ما يعني تعطي المعنى بالضبط. الغابه السياديه يتضمن عده اعمال، افلام، فيلم واحد طويل 44 دقيقه وفيلم ثاني اقصر 10 دقائق تقريبا، وغيرها كتب مصنوعه يدويا، غرفه بذور فيها تحتوي على 260 نوع من انواع البذور من منطقه اوديشا في الهند اللي هي محور هذا المعرض. فمن خلال هذا المعرض الفنان ياثر على هاي الولايه، ومن خلال السنوات الأخيرة 20-30 سنة الماضية كيف تأثرت عن طريق التطورات الصناعية والاقتصادية، كيف الشركات الكبرى حبوا أنهم يستغلون هاي الولاية وبقراها وبمدنها حق أن يعني أن تطور من هاي الولاية على حساب سكان المدن والقرى الأصليين. لأن المعرض يتكلم عن قضية اجتماعية بيئية سياسية، طبعا فيه اهتمام وايد، خاصة نحن الحين نشوف مع قضايا تغير المناخ مثلا وكيف التدخل الإنسان يغير في الطبيعة نوعا ما، فيعني في وايد اهتمام من الناس في موضوع هذا المعرض. صح أنه هو يركز على منطقة معينة في الهند، لكن يعني كل الناس في العالم بشكل عام ممكن أنه يعني يستفيدون من المعرض، يوعون شوي ثقافتهم عن اللي جالس يحصل في العالم من التغييرات اللي يعني يتدخل فيها الإنسان من بنيان، من تدمير، من أشياء طبيعية يعني ممكن تأثر في المناطق. عرض كانوار أيضا مجموعات كثيرة من بذور الأرز المهددة بالانقراض نتيجة زحف المصانع على الأراضي الزراعية في الهند، وهي بذور تم جمعها من بيئات مختلفة إلى جانب قصص أخرى شاعرية وفنية. الفيلم الأصلي اللي هو مسرح الجريمة يعتبر من أهم الأفلام اللي قام فيها الفنان، اللي هو يعتبر بعد صانع أفلام وثائقية، فمن خلال خبرته في هالمجال حب أنه يصنع عمل فني معاصر يتضمن هذا الفيلم ويصور لنا المناطق اللي الحين حاليا ممكن تكون مش بالمنظر اللي نحن بنشوفها في الفيلم، لأن الفيلم تصور قبل فترة، فالحين هالمناطق ممكن تكون تحولت إلى مصانع ومناطق صناعية يعني، وبالتالي تأثروا السكان في خلال هذا التغيير. ويبقى الفن لغة تتجدد باستمرار وتبث فينا الدهشة والأسئلة. لسنوات طويلة ظل الفنان العراقي إياد الموسوي يطارد غزالة العشق مفتشا عنها بين الأشعار الصوفية وذكريات البيوت العراقية القديمة وطقوس ومناخات تلك الأحياء الضاجة بالحياة. إياد حمل لوحاته المشحونة بهذه المعاني وقدمها في غاليري بدبي تحت عنوان تجليات العشق مشاريع جدارية. يتجلى العشق لونا في عيون الباحثين عن الجمال. جاء الفنان العراقي إياد الموسوي إلى دبي حاملاً شغفه القديم بمواضيع العشق وتجلياته في الروح والنفس والمدى. وفي هذا المعرض يأخذنا الفنان الموسوي إلى بعد جديد في تجربته من خلال الجداريات الكبيرة، قاصداً إشراك الجمهور والمارة في التعاطي مع الجمال. فكرة المعرض هي مزيج من إيحاءات التراث الإماراتي، البيوت القديمة، الخزين التراثي الجميل في البيوت في الأحياء القديمة، إضافة إلى ألوان الطبيعة الجميلة. طبعا أنا متأثر جدا بالطبيعة، والمعرض هو مشروع لجداريات ميدانية. يعني احنا عندنا في المعرض كثير من المجسمات ثلاثية الأبعاد اللي هي مثل تعتبر ماكيتات لجداريات كبيرة خارج، يعني بالخارج. احنا الفن يجب أن يكون له وظيفة
وظيفة عامة، ينشر الجمال، ينشر الحس البصري والتذوق الفن. فالمعرض هو أساساً، فكرة المعرض هذا اللي أنا عملته هي كلها أعمال تصلح لجداريات في الأسواق العامة، في الحدائق، في الأماكن التي تطور حديثاً، اللي هي أماكن السكن، أماكن العمل. هذا يعطي ألوان ويعطي جاذبية ويعطي جمالية للأماكن إضافة لجماليتها. يعني الآن تروح أنت إلى دبي مثلاً، إلى منطقة البزنس بي أو إلى منطقة برج خليفة، جميلة جداً، ما شك، لا شك في ذلك. بس إذا أنت تضيف لها لمسة فنية إضافية، ألوان من الطبيعة، ألوان إضافية تزيد جمالها وتضيف الناس اللي يمروا على هذا المكان أو يستمتعوا فيه، راح يشوفوا أعمال فنية تثير عندهم الاستمتاع، تثير عندهم التساؤل، وتنمي شوي شوي تنمي عندهم الذائقة البصرية. وهذه قضية حلوة وجميلة، وهذه تقربنا وتقرب الإنسان من حقيقة الوجود الكوني، أنه إحنا كنا كبشر كنا واحد يعني. والفن هو من أحد الوسائل، الفن والموسيقى من الوسائل الجميلة أن تقرب الناس، تقرب الناس من بعض، تخفف من الفروقات المصطنعة، لأنه الحقيقة هي ماكو فروقات، الفروقات البشر هم عملوها. جداريات مختلفة حملت مواضيع الطفولة والبيت والأمومة والهيام في المحبوب، ولم تخلو اللوحات بالطبع من معاني سكون الليل ومن الوجد ومناجاة الأمل. فاصل قصير ونعاود. عودة من جديد مشاهدينا الأكارم، ورحبوا معي مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله ثاني المطروشي، وهو باحث في مجال الخناجر والسيوف والأسلحة الإماراتية ومؤسس متحف الخنجر وبيت الخنجر. هذا المتحف الجميل، الواحد لما يدخل هذا المتحف يجد كثير من الأشياء الجميلة، كلها تحف فنية جميلة. رحب فيك في برنامج الثقافية. يا مرحبا يا مرحبا. في البداية سؤالنا احنا دائما كما عودنا ضيوفنا دائما عن الشغف، شغف في اقتناء الخنجر من أين جاء؟ بداية بتكلم عن الموروث بشكل عام في دولة الإمارات. حقيقة دولة الإمارات فيها يعني عدد كبير من الأشياء التراثية المجهولة عند كثير من المواطنين. من ضمنها الخنير الإماراتي، والخنير الإماراتي يعتبر أهم جزء في زي الرجل الإماراتي في الواقع في السابق. في بداية السبعينات تم منع استخدام الخنير الإماراتي لسبب ما، فتلاشت الحرفة، ماتوا الناس اللي يلبسون الخناير. الجيل الجديد نسى أنه شعب الإمارات شعب يلبس خناير. فأنا في نفس الوقت من هواة جمع المقتنيات، لما وصلت إلى الخنير الإماراتي حصلت أن الخنير الإماراتي غير موجود في عند الهواة وعند المهتمين بالتراث، ولم سلطين عليه الضوء بشكل كافي على أساس أنه يبرزون للمواطنين أو السياح أو العرب بشكل عام أن الإمارات عندهم خنير جميل جدا. فتوصلت أخ جمال أن الخنير الإماراتي من أجمل الخناير في الجزيرة العربية، وطبعا وصلت إلى هذه النتيجة بالمقارنات مع الخناير الموجودة في الجزيرة العربية. اكتشفت أن تصميم الخنير الإماراتي من حيث الحجم ومن حيث المحتوى من تصاميم ونقوش ومواد من أجمل الخناير يعني على الإطلاق. فقلت ليش ما اهتم فيه، وبما أن أنا عندي عدد كبير من الخناجر القديمة. أنت ورثتها عن لا أنا هاوي. كنت أقتني من زمان. أي هاوي.
هاوي خناير، فقلت ليش ما أبرز هذه الهواية أو هذا الفن الجميل هذا للمواطنين، يعني بالدرجة الأولى طبعا، وللسياح، سياح الإمارات والمهتمين بالتراث. فهذا شيء حقيقة، يعني شيء يفرح الكل أن عندنا إحنا تحفة يهتم فيها وتبرز للناس يعني بشكل جميل. فيتني فكرة أنه بدال الخناير ما تكون موجودة عندي، ليش ما مثلاً حطها في متحف الكل يستفيد منها، الكل يشوفها، الكل يصورها وتحسب لنا. فطبعاً دعمونا في 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 هيئة دبي للثقافة والفنون من خلال إعطائنا مقر. هذا المقر طال من أجمل طبعاً المواقع في في موقع في أيضاً استراتيجي، موقع على استراتيجي على مدخل منطقة الفيدي التراثية أو حي الفيدي التراثي. طبعاً صممنا بشكل فريد. هذا المتحف يحتوي على مجموعة كبيرة من الصور، صور المواطنين وصور الشيوخ وصور حتى زوار الإمارات في السابق، وصور ضباط حتى في حقبة الاحتلال البريطاني، أن كان في نوع من إهداء خناجر مثلا. نعم. فكانوا في السابق يقدرون بشكل جميل جدا. فالحمد لله صممنا المتحف أنه يحتوي هذا الكم الهائل من صور المواطنين والشيوخ، وحتى كتسجيلات فيديو عندنا قديمة من 1937، الشيخ سعيد المكتوم رحمة الله عليه، هو عيال عمه مع المعتمد البريطاني يمشون في الشندغة كلهم خناير. فمنظر جميل جدا هذا، لازم تبرزه للناس. نعم. لازم تعرف هذا التاريخ أصلا. حلو. أنت إذن الشغف هذا جاي، احنا كان سؤالنا في البداية الشغف هذا من أين جاء؟ أنت شفت أن هذه تحفة وبادية تتلاشى، فقلت من باب أن احنا تذكير خاصة الأجيال، جيال الشباب، تذكيرهم بأن هذا كان في يوم من الأيام جزء من زي الرجل الإماراتي، وجزء أساسي وأغلى شيء في زي الرجل الإماراتي، أغلى شيء. حلو. الخنير، في فرق بين الخنير الإماراتي والعماني تقريبا متشابهين؟ لا، بقولك شيء، الخنير ما له علاقة بدولة ولا له علاقة بقومية. الهنود استخدموا الخناجر، المغول استخدموا الخناجر، في لا ناس للزين وفي ناس كدفاع. لا 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 لا, لا. الخنجر أصلا سلاح أبيض، سلاح للدفاع عن النفس. هي بداية من آلاف السنين استخدم للدفاع عن النفس. نعم. أي. فتطورت العملية إلى أن أصبح جزء من زي زي زي. الحمد لله طبعا الحين الدول في أمان، والدول أصلا تحولت إلى دول مدنية، دول مدنية هاي الأمور، والقانون يحكمها، ما يحكمها الشخص نفسه، يعني أقصد يستخدم سلاح الشخص اللي الدفاع عنه. خلاص صارت دول منظمة يعني. فانتقل إلى شو؟ أن زي مثلا رسمي أو زي شعبي. فثلاث دول بقت تلبس الخنير حاليا في الجزيرة العربية، أنا أتكلم عن الجزيرة العربية وليس عن العالم بشكل عام. المملكة العربية السعودية في نجران يلبسون الخنجر، ما زالوا يصنعونه ويلبسونه ويقتنونه ويتوارثونه. حلو. وفي اليمن طبعا، اليمن بلا شك، وفي عمان. في كل دولة من هالدول الثلاث عندهم ما يقارب 10 أنواع في خصوصية لها. لا، مختلفة، تصاميم مختلفة. على سبيل المثال في اليمن القضاة لهم خناجر خاصة، بعض القبائل لهم خناجر خاصة، تصميمها يختلف عن القبيلة الثانية. يعني مثلا إذا ما تشوف خنير تقول هذا خنير يافعي، أو هذا خنير مثلا من 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 مأرب، أو خنير صنعاني. نعم. هذا في الخنجر اللي أظن هذا من وبر الجمل أعتقد. طبعا نحن شوي ابتكرنا. أوكي. سوينا صناديق طال عمرك من هدايا مثلا، هدايا. نعم. رغبة الجمهور، قلنا ليش ما نستخدم المنتجات المحلية مالنا. هذا من مصنع الخزن الجلود، مصنع إماراتي أسسه المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه قبل 25 سنة. هذا الله يسلمك يصنعون ينتجون للبلد جلود الحيوانات بشكل عام، ويبيعونها بأرقى للتصاميم وبكل الالوان. فانا اخذ من عندهم الجلود واصنع الخناجر، برايك الخناجر اللي نصنعها من جلود الابل صناعتكم. هي من عندنا، هذا كله من عندنا.
فأنا الحين شو سوينا؟ سوينا طال عمرك بننتقل إلى الخنير الإماراتي. الخنير الإماراتي طال عمرك تصميمه واحد من رأس الخيمة إلى أبو ظبي، واحد عنده خنير واحد، حجمه أصغر عن باقي الخناير في الجزيرة العربية، والتصاميم لو أقول لك قمة في الجمال أخوي جمال، يعني متعة لما تشوفه. حلو. فأنا بين أنك أنت مستمتع، أنت أنا مستمتع شيء. أنا مستمتع طال عمرك ومركز وقتي كله حق في تطوير هاي الشغلة. حلو. تعرف ليش؟ لأن طال عمرك الخنير إذا قلت لك تحفة فنية بظلمه. تدري أن اللي يصنعون الخنير يمكن فوق 7 حرفيين، يعني على واحد. الخنير الواحد على سبيل المثال قرن المقبض، نحن نسميه القرن، هذا يصنع شخص متخصص في قطع القرون وتصميمها على رغبة الشخص أو على الديزاين المتعارف عليه. نعم. النصلة هي اللي الشفرة، هاي يصنعها شخص، هاي اثنين. القطاعة الجزء السفلي هذا في الخنير المنحني هذا أو الجراب هذا يصنع شخص، خياطة. داخل الخنير في خشب يسمونه الخشاب، يصنعونه في المناجر. تخيل احنا حين تكلمنا حين عن هذه التفاصيل، يا ريت لو نشوف مثلا. انا جبت لك اليوم خنيرين من اهم الخناير الموجوده عندنا في الدوله. شوف هذا خنير الشيخ زايد، اسمه مسمينه خنير الشيخ زايد. لا، هذا نحن سميناه لان الشيخ زايد لبسه في 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 اشهر صوره عند قصر الحصن. نعم. قصر الحصن سنه 1952 لبس اجمل خنير، فنحن تخليدا لذكرى الشيخ زايد ونشر هذا التصميم صنعنا هذا الخنير. حلو. هذا الخنير طال عمرك هذا الخنير هنا خنير الشيخ زايد، طبعا اجزاء جميله جدا في فوق الوصف. شوف القطاعه ماله. طبعا في السابق النساء في البيوت يخيطون هذا الجلد. نعم. يعني هاي حرفة نسائية تعتبر، بس الخياطة. خياطة. بعدين ينقلونها إلى الرجال أساس يكملون. فضة. فضة وجلد. وجلد. هي. طبعًا في السابق يستخدمون جلد الماعز لأنه رفيع حق الخياطة. حق سهل. الخياطة نعم. هي. هاي كلها خيوط ذهب. خيوط عفواً فضة. فضة. هي. وحد يسوي ذهب حسب قدرتك أنت المالية. نعم. هذا الجزء طبعًا يسمونه الطمس، هذا حق الحزام. شد الحزام. نعم. على الجسم. هذا الجزء يسمونه صدر. صدر. هي. وهذا طوق الصدر. طوق الصدر. هي. حلو. وهذا القرن، وهذه الصفيحة، وهذه الجبيرة من تجبير الشيء. تجبير. نعم. وهذه نعم. الحثية. شو اسمه؟ حثية. حثية. هي. أشياء جمالية هاي يعطونها. هذا يدل على أنهم هني شعب جميل. يذوق. نعم. ذويق. نعم. يعني شوف نعم. كل جزء في الخنير يعكس جمال مستخدم الخنير أو جمال الصانع. صانع. نعم. شوف الأجزاء هذه. شوف. حلو. شوف الخيوط هاي كلها فضة. شوف النصلة مثلاً. شوف النصلة. طبعاً إحنا استخدمنا نصلات حديثة شوية وقوية جداً على أساس تعطي الخنير قيمة. قيمة. نعم. قيمة فنية. هذا أول خنير. هذا خنير الشيخ زايد. نحن طبعاً في متحف بيت الخنير والورشة عندنا أطلقنا مبادرة، صنعنا 100 خنير ليميتد إديشن، إصدار محدود، رقمناها من 1 إلى 100 مثل ما قلت لك. تخليدا لذكرى الشيخ زايد وتعريف المواطنين بي 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 بالنقوش الإماراتية القديمة، والحمد لله بدأوا الناس تشتري يعني تأخذ. الخنير الثاني خنير أنا أسميه الشيخ الأنيق. ألو. الشيخ الأنيق الشيخ شخبوط بن سلطان. أيوة. رحمة الله عليه. الله يرحمه. الشيخ شخبوط بن سلطان كل جزء في لبسه مميز، ابتداء من الشطفة إلى الترمة، نحن نسميها طبعا الشماغ، نسميها ترمة، إلى الكندورة، إلى الخنير. هذا هو نفسه يعني قصدي. بالضبط. مسواه مثل كوبي عليه. نعم. شوف التصميم اللي فيه. هذا من ذهب. هذا من ذهب مطلي. نعم. بس شفت حتى النجوم هاي أنا لاحظتها في بعض المباني عندنا، يستخدمون هذا التصميم الهلال والنجمة. حلو. ويستخدمونه بعد في الحلي النسائية. نعم. نعم. فشوف كل جزء منه جميل. لاحظ. صحيح. فهاي التصاميم حبينا ننشرها، نعلمها للناس يعرفون. نعم. أن مثلا شيوخنا. نعم. طال عمرك متميزين متذوقين.
يعني الشخص شخبوط بن سلطان رحمة الله عليه متذوق حقيقة، يعني أنا كل صوره عندي موجودة، عندي فايل لصوره. نعم. نعم. لبس كامل، حتى الله يعزك الأحذية ماله. يا أخي أنا ليش ما أعرض هاي الأمور كلها؟ حلو. ليش ما أخلي الناس تعرف بهالتحفة الفنية الجميلة إنها موجودة عندنا في دولة الإمارات؟ هو الخنجر لازم يكون شيء. أي نعم. بالشكل هذا. أي طبعًا. ما بلازم يعني ما يصير يكون. لا في بعض الدول في بلاد الشام. عندهم خنجر يسمونه الشبرية. شبرية. هذا مستقيم. مستقيم. طبعًا لأن طوله شبر. أوكي. طوله سموه الشبرية. هذا مستقيم. عندنا في الإمارات بدو وفي الجزيرة العربية بدو. شفت الانحناء هذا؟ تعرف ليش؟ لأنهم يركبون لما يركبون الإبل. عشان ما نعم. ما يؤذي أسنام الناقة المطية. شوف. تخيل شيء بهالطريقه هذه، وترى ما يلبس كذي الخنير. لا ما يلبس كذي، ما يلبس، يلبس كذي بهالطريقه هاي. نعم. حتى عمليه السحب تكون سهله، اسهل. انت تخيل شيء ما تقدر ترى. حلو حلو حلو، عرفت كيف؟ جميل جميل. هاي الشغلات الجميله جزء، يعني جزء كبير من اهتمامك ان اول شيء انت تحافظ على هذا، خاصه مثل ما قلنا احنا الحين جيالنا هذه بحاجه شغلات مثل هذه. وبعدين في منطق جمالي ايضا، يعني هذا صحيح. اللي تشوفه انت مثل ما قلت انت تحفه فنيه جميله، تحفه فنيه. بقول لك موقف، يعني في معرض الصيد كنا نشارك في معرض الصيد، عندنا طبعا سكشن قسم نعرض فيه الخناير الاماراتيه للتعريف بعد المواطنين. جاني واحد امريكي يقول لي شو هذا؟ قلت له هذا خنير اماراتي. قال لي ممكن تشرح لي عنه؟ جلسنا نشرح له عنه وعن اجزائه وعن طريقه التصنيع والمسميات. أبو خالد يعني ما تخيلت إنه قال لي أنا صراحة بشتري هذا الخنير. قلت له هذا غالي؟ قال لي أنا ما في مشكلة بشتري، أنا أعتبره هاي تحفة فنية وبحتفظ فيه. تحفة، هو تحفة تحفة حقيقة. يعني أنا انصدمت، يعني قلت هذا ما شو العلاقة بالموضوع؟ تخيل خذه وروح اشتراه، يعني اشتراه مثل هذا. هذا الذهبي؟ لا هذا الفضي. فضي. هي. جميل. هي نعم. الأستاذ عبد الله ثاني المطروشي، باحث في مجال الخناجر والسيوف والأسلحة الإماراتية ومؤسس متحف بيت الخنجر، شاكرين لك تواجدك في هذا البرنامج، ومزيد إن شاء الله من النجاح. الله يطول عمرك. ومزيد من الخناجر الجميلة التحف هذه مثل ما أطلقت عليها. العفو. شكرا جزيلا. مشكور على اللقاء. شكرا لكل من تابع وأخلص لبرنامج أبعاد ثقافية بهذا الحوار.